طيب يا سيدي، بص هتلاقي ايه، هتلاقي الاجهزه عندك مفتوحه، اللي انا هعرض دلوقتي اللي انا شايفه على السيرفر، يعني اللي عندي هنا على السيرفر هعرضه عندك. تمام، فانت كده شايف اللي هو اي في ماتريك سيرفر مانجمنت ده، ايه هنتكلم عليه. طيب تعال نتكلم عليه بالمره. الفكره دلوقتي كلها انه ده هو اللي بيشوف كل الاجهزه اللي هنا، يعني ده السوفت وير اللي هو في ماتريكس ده، وده برضه هتلاقيه في الورقه اللي هديه، او في اللي هو البي دي اف ده. فالنهارده بيقول لك الاجهزه دي مترقمه خلاص من اول يوزر واحد لحد 48 ورا. فهنا هتلاقي بيكتب لك فوق هنا خالص مين كام جهاز منهم اونلاين، يعني كام جهاز مفتوح وكام جهاز مقفول، ممكن تشغل الاونلاين لوحده والاوفلاين لوحده كلهم اللي انت عايزه. طيب غير كده انا النهارده عايز اتحكم بقى في الحاجات دي، يعني عايز اتحكم في الاجهزه دي. فتعالى مثلا يوزر واحد، فطب انا عايز اتحكم في الاجهزه، فتعالى مثلا ايه، انا هفتح يوزر واحد ده خلاص. المفروض ان هو هنا في الشاشه دي هيعرض لك اللي اليوزر واحد ده شايفه، هتلاقي ان انا شايف كل جهاز بيعرض ايه وبيعمل ايه، تلاقيه عمال يشغل ويكليك ويفتح ويقفل والكلام ده كله. فالنهارده انت ممكن تعمله ديسكونكت، يعني ممكن افصله خالص، ممكن ارجعه اطلعه بره. فالحاجه الثانيه ممكن تلاقي هنا ايه، اللو كنترول، فلو انا علمت عليها هنا هتلاقيني بتحكم في الماوس بتاعه وبعمل اللي انا عايزه خلاص. بس دي ايه، يعني لا، يعني قصدي ايه، انا هلاقي كنترول ده، يعني انا اللي واخد الماوس بتاع الشاشه دي بالظبط، فانا بعمل كل حاجه وعايزها. اوكي، فده الفي ماتريكس بالمره، يعني ممكن اقف من هنا من فوق خالص ايه، يجيب لي الشاشات كلها شايفه ايه دلوقتي، مين شغال ومين مش شغال على طول يعني.